السلام عليكم أصدقائي، في هذه الحلقة سأتحدث عن قضايا عديدة، منها نقاش حر عن العلمانية والتطرف الديني، وأيضا عن سبل تأسيس معرفة جديدة، وسأقدم فيها 4 سبل لتأسيس هذه المعرفة الجديدة التي تقوم على أساس معرفة قديمة أصبحت بالية ودفعنا ثمن تطبيقاتها في حياتنا غالياً. من هذه السبل لتأسيس معرفة جديدة هي قراءة جديدة للتراث والموروث، والنظر داخل الوعي أولا وخارج العالم ثانيا، وثالثا أن الله هو اختراع سياسي واختراع أموي لم يعد له جدوى في حياتنا حاليا، كذلك أن ثوابت الدين هي ثوابت مزيفة ولا يمكن أن تستمر كما هي. والسبيل الأخير لتأسيس هذه المعرفة هو إصلاح الإنسان وليس إصلاح الأديان. فأتمنى أن تجدون في ما أطرحه شيء مفيد، وأنا كل هدفي من نشر هذه الفيديوهات هو أن أسمع آراءكم وتعليقاتكم بالدرجة الأولى لكي أعرف أين أنا وأين نحن جميعا، ندخل في نقاش حر مفتوح ما بحساسيات ولا باتهامات. بالبداية أقول أن التطرف الديني منتشر بيننا كثيرا، وهو ردة فعل على نشوء الدولة الحديثة وفرضها على مجتمعاتنا المتدينة. هذه العملية جرت منذ قرنين تقريبا، لم تنجح حتى الآن في تأسيس دولة حديثة داخل مجتمعاتنا بمعنى الكلمة، يعني دولة حديثة بمعنى الكلمة. يبدو أنه ما زالت العملية جديدة كليا على مجتمعاتنا، وهو هذا قالب الدولة الحديثة، ما زال قالب جديد لم تعتد عليه مجتمعاتنا وما زالت لا تستطيع استيعابه، بل أنها تشعر أنها لا تحتاجه، وهذا هو ما يفسر انتشار الدكتاتوريات بيننا. فما كان لها أن تنتشر لو وجدت بيئة غير خصبة، بدليل أن مجتمعاتنا تنفرق بسهولة تامة لأي ظرف مختلف وطارئ يؤدي إلى انهيار الطغاة، سواء كان طغاة من النمط الديني أو طغاة من النمط الثوري، لا فرق. هو هؤلاء مجرد يعني يبنون دول مستبدة عنيفة يعني تضطهد شعوبها، وفي أي ظرف مثلا غزو خارجي مثلا أو ظرف مظاهرات عارمة مثل ما صار بالربيع العربي يسقطون بطريقة دراماتيكية وسريعة كأنهما مجرد قشة في الريح والطير. هذا ما حصل مع صدام حسين، وتوالت هزامة في حروبه مع إيران، حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية، وأيضا القذافي وبشار وكثيرون كلهم سقطوا بسرعة هائلة لا تقل. مع هذا هناك من ما زال يعتقد أن بالإمكان وجود شيء اسمه دولة دينية، طبعا بغض النظر عن رأي عن التأكيدات الأكيدة بأن لا وجود لشيء اسمه دولة دينية سواء بالتاريخ الإسلامي أو حتى أفق النظر الإسلامي والفقهي، وهذا أنا أعتبره شيء مستحيل، وكثيرون يتفقون على هذا الأمر. مجرد حلم طواوي على وجود دولة دينية مستحيلة حاليا، لا يمكن لأي نظام في العالم الآن أن يقوم على أساس ديني، لابد أن يقوم على أساس نظام حديث، أي بمعنى آخر سواء قلنا أو لم نقل هو نظام علماني. وأوضحت الفرق ماذا نقصد بالعلماني بغض النظر عن تعريفات العلمانية. العلمانية أنه تعيش الحياة كما هي، يعني لا تأتي بقوانين من خارج أفق الحياة والواقع والوجود، قوانين تصدر تنبع من حاجات الناس ومن الواقع اليومي والواقع الحضاري والواقع فعلا على الأرض، وليس أن تأتي بنص سماوي وتحاول من الغيب أو من خارج إطار الوجود لكي تطبقه على هذا الواقع بالقوة. إذن لا وجود لشيء اسمه دولة دينية، وهذا الأمر أصبح مفروغ منه ولا يمكن أن يحدث على الإطلاق. هذا مو على مستوى الدول أيضا ما يمكن أن يحدث، بس على مستوى حتى نظام لإدارة أي مؤسسة معاصرة، ولو كانت مؤسسة دينية مثلا، حتى نفس المؤسسة دي ما ممكن تسوي نظام ديني داخل مؤسساتها، لابد أن تسوي نظام إداري حديث جدا لا صلة له بين النظام الديني القديم. وهي حتى لو كانت هذا يعني المؤسسة هي تطالب بإقامة دولة دينية، هل هذا الكلام ما يحتاج أورد أدلة عليه، لأنه يكفي أن أي شخص عنده خبرة بالإدارة وبالاقتصاد وبالنظم الإدارية الحديثة بشكل عام والمؤسسات والدول لديها اطلاع، ممكن أن يبحث ويجد أنه مسافة لا توصف شاسعة جدا بين
أفق الديني والأفق الدولة الحديثة. يمكن أيضا قراءة لكم قراءة أدبيات أيضا عن الدولة الحديثة حتى تكتشفون الأمر بنفسه. التطرف الديني حتى العلماني يصبح يعني هو عملية طقوس لا واعية في متناول أيدي أمام المواطن أو المؤمن البسيط أو المثقف وعالم الدين عليه. التطرف الديني يصبح هنا ردة فعل حتى الإعلال الديني، هو ردة فعل على علمنة الوعي. نستطيع من هنا أن نفهم خطاب التطرف أو الطريقة اللي يتطرف بها الناس على أنه ردة فعل وجواب حاد على الأفكار والصيغ والإجراءات الحديثة التي تقوم بها الدولة الحديثة عموما. إذا راجعنا ما حدث في العالم الغربي نجد بأنه الدولة الحديثة نشأت بطريقة متدرجة وسلاسة وبدون حالات طفرات مفاجئة، لم تأتي فرضا من الأعلى، إنما كانت تطور اقتصادي وتطور اجتماعي وتطور علمي ترافق مع عمليات تطور الدولة الحديثة، وكانت هناك إجراءات حداثة وتحديث، يعني هي متساوقة. بدأت أول مرة بعلمنة الوعي، وأنه الناس تفكر بطريقة حديثة، طريقة بها أفق العلاقة بالتجربة والاختبار والممارسة، وانطلقوا من خلال هذا بنوا واقعهم على أساس مختلف عن الأساس الديني الذي يأتي من الغيب ويفرض حضوره مهما كانت المتغيرات على الأرض. من هناك بعد تطور العلم وتطور الوعي الاجتماعي وتطور المجتمعات الغربية، تطور مفهوم الفرد وتطورت فكرة الحقوق الفردية وممارساتها، أيضا أصبح هناك شيء اسمه مجال عام ومجال خاص، أي كل ما يتعلق بمسألة عمليات التحديث، كلها جرت بطريقة مرتبة وتدريجية. هي اللي أدت مع تطور التصنيع وتطور العلم وابتكاراته، نشأت الدولة الحديثة وظهرت فكرة الوطن والمواطن، صار توافق بين المجتمع وبين الدولة على تحييد الدولة عن الشؤون الدينية، وهذا ترافق مع الوعي العام للمواطن، أي أن الناس هم بادروا وغيروا في أنماط دينهم بسبب تغيرات الهائلة التي عاشوها فيما بينهم. المشكلة عندنا هنا معقدة أكثر، لأنه إحنا ما كان إحنا صارت عندنا قطاع حضاري هائل على مدى قرون، فإحنا بقينا معلقين، أغلقنا باب الاجتهاد وبقينا في الماضي من أيام سقوط بغداد وحتى مجيء الدول الاستعمارية أو الاحتلال الفرنسي أو بال 1801 أعتقد، صارت عندنا صدمة أن نطبق قوانين الدول الحديثة علينا بشكل تعسفي أو نبدأ بتطوير المجتمع. لا هذه إحنا سويناها ولا الثانية، واللي صار إنه فرض الدولة الحديثة على المجتمع من الأعلى، وهذا الفرض أحيانا بطريقة عنيفة، الطريقة اللائكية، الطريقة العلمانية الفرنسية اللي اتبعوها، يعني خاصة اتبعها أتاتورك ونوعا ما يعني نوعا ما تونس أكثر شيء وفي سوريا إلى حد ما، وايضا يعني في مصر كانت فتره ليبراليه، في مصر والعراق كانت فتره ليبراليه يعني بين الحربين. اللي صار هو هذا، فرضت الامور من الاعلى وحصلت ردات فعل عنيفه. من بين هذه ردات الفعل العنيفه الاصوليه ظهر الخميني وظهروا الاخوان المسلمين، وهم كانوا من ابرز الحالات. هذا ادى الى ان ينقسم المجتمع، اكو هويه دينيه، وظهرت ايضا هويه علميه او علمانيه، وظهرت هويه وطنيه، فكانت اكو رغبه بتشكيل بلدان ونظام دول حديثه، وفكره الوطن والمواطن والتضحيه بسبيل الوطن وفي حدود، ويعني اكو حقوق المواطن. بدت محاوله لتشكيل هذا الوعي، لكن المشكله واجهت رده فعل عنيفه لانها بعثة جديده او مفاجاه، ماكو تربه خصبه داخل المجتمع تنهض بهذا الموضوع، ما صار عندنا تطور علمي وحضاري وتطور تصنيع، ويعني ظهرت الحداثة عندنا حتى نقدر نقول المجتمع حيتقبل هاي الفكرة. كان السياسيين في مأزق أنهم ماذا يفعلون؟ هذا النظام دول حديثة لابد أن يطبقوها، يعني هم مجبور هم يردون هذا الشيء، أو هم علمانيين، أو هم لابد يتطور، لابد من التطور، ولا لا يمكن أن تحكم بطريقة الخليفة العباسي أو الخليفة العثماني مثلا. هذا موضوع انتهى، فهو احنا كنا في مأزق. راح اتحدث عن الطريقه اللي نتخلص، يعني مقترحاتي للتخلص من هذا المأزق الكبير. هنا صارت عندنا مشكلتين، اولا
المشكلة انه صار فرض العلمنة او العلمانية او نظام الدولة الحديثة من الاعلام، وايضا اجى الدين واعترض عليهم هو وفرض الدين والقيم الدينية من الاعلى ايضا على المجتمع. فلا المجتمع استطاع ان يتاقلم مع الحداثة او الدولة الحديثة، ولا استطاع ان يتاقلم مع سلطة الدين الذي اتى الاصوليين الذين حاولوا استعادة في الماضي. فظلينا نظل المجتمع في حالة منقسمة ومنشطرة، ظهرت بالتالي الهوية الدينية في حالة مواجهة عنيفة غالبا مع الهوية العلمانية الوطنية. وطلع دائما يطلع ناس ينادون بالانطلاق من الوطن أولا، ونقف على هذا أرض الوطن باعتبار هذا أرضية مادية حقيقية واقعية نعيشها، لها ظروفها ولها بيئتها ولها جغرافيتها ولها يعني تنوعها السكاني وكل هاي التفاصيل، وننطلق من عندها ونبني ونأسس حياتنا. لا، اكو ناس يقول لك لا، احنا ننطلق من الدين، عندنا النص موجود وكتاب الله في يعني انا انزلنا الذكر وانا له حافظون، لازم انه لا حكم الا لله، وهذا وما لنا علاقه بالواقع، الواقع يتغير وفق النص وفق شريعه الله، وعلى الجميع الطاعه استجابه الى اوامر الله واوامر الشريعه. فهذا الصراع صار عندنا بين قضيتين، لا احنا طالعين من الماضي ولا احنا مندمجين مع الحاضر. اصبحنا دايخين بين هذا اللي يريد ينطلق من الوطن ومن ارض الوطن اولا، وليس من ارض الدين او من فضاء الدين او سماء الدين واهل الدين. اي صراع بين من يريد ان يشترط او يطبق اشتراطات الارض الواقع وليس اشتراطات السماء والغيب، والعكس بالعكس. هذا اللي حصل بتركيا طبعا، وكما قلت في تونس، وكانت العمليات قسريه، والنتيجه كما راينا انه صارت انه مجرد مع الوقت مع رغم العنف في تركيا، يعني كان الحجاب ممنوع في الاماكن الرسميه واماكن الدوله، اصبحت يعني مظاهر التدين ممنوعه في الاماكن الرسميه بالجامعات، كل مكان تشرف عليها الدوله، مدارس، جامعات، مؤسسات حكوميه وما الى ذلك، كلها كانت صارت كان اكو نوع من التوجيه العام بهذا الموضوع. الان فاجا اتاتورك واختلف الموضوع، يعني بقى المجتمع الارضيه او الارضيه التاسيس، يعني ثقافه المجتمع هي ثقافه دينيه، لم تتحول ولم تتبدل ولم تتطور، هنا المشكله. فبالتالي رجع يعني انتخابات المجتمع انتخب الاسلاميين، لان كانت عمليه قسريه وطارئه وغريبه على المجتمع ما كانوا متهيئين. وايضا في تونس رغم انه كان فازوا حزب النهضه كان هو بأغلبية مريحة، والآن بالفترة الأخيرة فقط بدأ يتراجع لأن الناس اكتشفت. هنا وين صار المشكلة؟ في إيران انقلب الموضوع، إيران الخميني هو أيضا كان فرض من نوع من العلمانية، كانت مدير مال منطقة منتشر أو يعني كانت يعني الموضة مال ذاك الزمان، وإجا الخميني انقلب عليهم ورجع هو الخميني هو أيضا أصولي، يعني حال الإخوان المسلمين اصولي ولهابين، وايضا نوع اصولي لكن على الطريقه الشيعيه، وايضا انقلب الحال. الان الايرانيين اصبحوا يشعرون بالحاجه بالتغيير للتغيير، فشعروا بانه الخطاب الديني عاجز عن معالجه قضاياهم وقضايا الناس عموما، وكانت النتيجه النهائيه انه اثبت الجميع عجزهم سواء على المستوى الذين فرضوا الدين او الخطاب الديني على الناس من الاعلى، أو الذين فرضوا العلمانية والدولة الحديثة من الأعلى. الطرفان فشلوا فشلا ذريعا، وكانت النتيجة النهائية هذا ما نحن فيه الآن من دول متخلفة في قعر أو في خلف الأمم جميعا، إن كان كما يقول أحد المفكرين السعوديين قال إن كنا نقف خلف الأمم فإحنا حتى هاي ما ندبرها، يعني خارج قوس أصلا. هو إذن اتضح أنه عملية الفرض من الأعلى سواء من قبل التيارات الدينيه او التيارات العلمانيه هو عمليه فاشله وتؤدي بنا او ادت بنا الى كوارث. هذا افرز وضع دراماتيكي، فلا الناس تقدر تتخلى عن علمنه الوعي وتحديث الواقع الفكري او الاسس الفكريه للمجتمع والوعي، ولا العمل باطمئنان وفقا لعادات الناس الدينيه. هذا يفسر طبعا تكرار عباره الدين صحيح، وان المشكله في التطبيق، والبعض هناك يعني يقول مشكله في التطبيق ان ما طبقنا العلمانيه، والعلمانيه هاي مو العلمانيه الصحيحه، العلمانيه ما زالت لم تطبق، وياتي اخر يقول لا الدين لم نفلح بتطبيق الدين، وكثرت عبارات تجاره الدين والعبارات الدين الصحيح، وهذا الكلام كله هو كله كلام تبريري وتسويفي وماطله،
ويشي بوجود ظاهرة سيكولوجية نفسية جماعية، يعني الناس مصابين على العطل، عطل سيكولوجي ونفسي يخليهم ينكرون الواقع ويحاولون يعني يجدون مبررات لأي شيء، لكن هو مجرد هروب من مواجهة الحقيقة المرة اللي احنا عليها. هي يعني احنا ما نعرف، أغلبية الناس ما تعرف يعني ماذا يجب أن يفعلون، لا هم قادرين يرجعون للماضي ويحل حتى يحل مشاكلهم، ولا هم جايبين الواقع يعني النموذج الغربي أو الحديث لتطبيق على واقع. فما ما العمل؟ يعني أنت بالنهاية نحن الآن الرأي العام للمؤمنين أو المواطنين، يعني المؤمنين بمعنى الدين أو المواطنين بمعنى العلماني، وعي منشطر ومهزوز غير واضح في المعالم، ولا يستند إلى حقائق راسخة إلى حد يمكن التأسيس عليه لفترة زمنية طويلة. الآن مع تأسيس معرفة جديدة، الحل برأيي الخاص ألخصه بضع نقاط يمكن أن نتفق عليها وممكن تطويرها أيضا، طبعا هي نقاط أساسية قابلة للتفكير والتأويل والتعديل والتحقيق والتبديل، هي ممكن تساعدنا على تأسيس معرفة جديدة كلية مختلفة جوهريا عن كل ما مضى أو كنا عليه، وهذا من عدة نقاط. أولا، قراءة جديدة للتراث والموضوع، وأعني قراءة جديدة قائمة على رؤية مختلفة لتراثنا وموروثنا، وهو اللي احنا عليه حاليا. يعني احنا عندما اقول تراث اللي نحن عليه حاليا، يعني اللغة اللي نتحدث بها لغة تراثية، احنا ليست لغة ظهرت الان، ولا المعلومات ولا الجمل ولا الافكار ولا الثقافات اللي نحن عليها هي ثقافات ولدت الان، انما هي نتاج موروث طويل وعريض. هذا اللي نحن عليه الان يجب ان نعيد قراءته، الثقافة المتداولة فيما بينه والتراث الموجود والموروث الموجود علينا أن نعيد قراءته من جديد، ونجد ما يثبت نجاحه ما ينفعنا في المقارنة مع نجاح الشعوب الأخرى. طبعا فكرة النجاح لابد أن نعيد تعريفها ونعرف ما هو مفهوم النجاح، هاي بها اختلافات كثيرة. طبعا حتى تحقق هاي المعرفة علينا جميعا أن نتفق على أن كل ما يأتينا من الماضي، ماضينا الخاص الشعوب العربية ومسلمة، أو من الآخر المعاصر لنا من الغرب أو يعني مختلف الدول الأخرى والشعوب الأخرى، يجب أن نتفق على أن كل هذا هو موضع شك، ويجب دراسته بدقة واختيار ما هو مناسب لنا مقابل التطبيق والتنفيذ وحسم الخلافات. هذا الأساس هو اللي راح يسمح لنا نتوقف عن إيقاف نزعات التطرف فيما بيننا والانحياز الطفولي، إما لماضي انتهى أو حاضر آخر مختلف عنا ويقف على أبوابنا. لا والله مو هذا، يعني داخل رؤوسنا. يعني هسه الآن أتحدث معكم من موقع أمريكا، يعني هو موجود بحياتنا اليومية، صار يعني ما حداثة، والعلمانية مو شيء نتحدث عنه يعني كأنما احنا قاعدين في مكان ونتفرج على العلمانية تدخل، لا احنا عايشين بنصها. يعني على كل حال هذا موضوع آخر، عندما نتفق على هذا المطلق، وانا ما اشوف احلام طوباويه، لا بالعكس ممكن القضيه تعتمد على الانسان مواطن على وعيه وعلى انفتاحه على افكار جديده. هي هاي عندما يتوحد وتتجمع هاي الافكار ويتحول هذا الكم الى كيف على الطريقه الماركسيه، يصبح بعد ذلك اي تطرف هو مساله مرفوضه اجتماعيا، لاننا السبب واضح، لاننا بدينا نعرف شنو هي جوهر المشكله، بدينا نعرف معنى الدين ومعنى العلمانيه ومعنى الحداثه ومعنى المجتمع، وما هو الفرق بين المجتمع والجماعه. مفهوم الجماعة أصبح مفهوم قديم، وراح أتحدث عنه بالتراث الباقي. هنا يصبح الاعتقاد الحر وليس الاعتقاد الجماعي القطيع هو المعيار، وهذا المعيار اللي يفتخر به الجميع ويتميزون من خلاله. على الأقل طبعا هذا لا بد أن تكون في مرحلة التأسيس، واللي هي مرحلة بالتأكيد يعني يحتاج لها مرور جيل أو جيلين حتى يتحقق. بعدها أو أثناءها راح يتحول التطرف والتعصب، يصير مو للأفكار والمعتقدات، إنما في قدرتنا على تقديم حلول ورؤى جديدة لمشاكلنا، وهذا يتطلب طبعا مهارات خاصة وثقافة واسعة. هذا أمر كما يبدو ما ترغب الأغلبية الآن حاليا، ما ترغب هذا الشيء خاصة قادة القطيع. لماذا؟ لأنه أمر من هذا النوع يتطلب ذكاء ومهارة ونشاط وحيوية ووقت وجهد هائل، مو شيء سهل، وأيضا مخاطرة، إحساس المخاطرة بخسارة، خاصة قادة القطيع يخسرون امتيازاتهم كثيرا.
لهذا السبب نشوف احنا ليش هاي ال 200 سنه تخلفنا كثيرا، ليس لاننا طبقنا اشياء جديده، لا احنا كان اسهل لهم دائما ان ياخذون احكام جاهزه من التراب او يستعينون بالاخرين لترتيق الثغرات والاشكالات والمشاكل اللي تواجه. هذا هو السر الاعظم في مشاكل مجتمعاتنا ودولنا العربيه، احنا تعودنا على الخمول والكسل. حتى الى درجه ان احنا او فهنا اغلقوا باب الاجتهاد والتفكير شؤون العالم والحياه، وهذا سر العجز الهائل عن معالجه المتغيرات اللي يقصده انه احنا لحد هاي اللحظه لم نبتكر شيء جديد. لماذا؟ لاننا كسالى، اما رحنا نركض كالاطفال الى الماضي القديم ونقول نرجع للاصول، هي بالحقيقه احنا ما احنا ناس كسالى، ناس خاملين، ناس فاشلين، وما نريد نتعب نفس، نريد كل شيء يجينا جاهز اما من الماضي وكتب التراث جيها وطبق، وهذا يعني خدمات، المهم كل شيء جاهز يجينا اما من الغرب والامم الاخرى او من الماضي مالك، يعني ماكو شيء يطلع من عندنا، يعني احنا ما نشتغل ما نسوي شيء. نرجع مره نروح نجيبه من تيميه، يعني هو شخص مهم طلعناه من جديد وجبناه، اسماء غريبه عجيبه قامت تطلع ما حد كان يعرف ايش هي. بدينا ننبش ونطلعهم لانه نريد اشياء جاهزه، نريد نفكر، نريد نتعب نفسنا. وبالحقيقه هؤلاء ما عادوا قدوه لنا، حتى النبي محمد يعني مع احترامنا مع تقديرنا، لماذا نحتاج النبي محمد الان؟ يعني شو ليش هو قدوه الي؟ شلون ياكل؟ شلون يشرب؟ شلون يتزوج؟ شلون يعني هو ما يعني عالم اخر. هؤلاء جميعا مو قدوه لنا، ولا هم اصلا ما يقدرون يكونوا قدوه لنا. لماذا؟ لان احنا ادرى مشاكلنا منهم. هؤلاء عندهم مشاكلهم مختلفه، اما التمسك الطفولي بهم فهو هذا دلاله على العجز ودلاله على وجود مشكله نفسيه داخلنا الجماعيه اقصد. لهذا اختيار الحلول الجاهزه وجلبها من الماضي او الحاضر كما رايتم اثبت فشل. كلنا في ازمه الان، ماكو انسان عربي ما عنده ازمه، مستحيل. حتى الغني والمرتاح ايضا عنده ازمه، لا يمكن. دائما احنا على كيف افريقيا، دائما ما نعرف شنو المستقبل، اصبحنا اكبر نماذج الفشل افرادا وشعوبا ودولا، من الخميني الى الاخوان الى السلفيه الى داعش على النمط الديني او صدام وعبد الناصر والدول الاخرى العربيه كلهم، كلهم فاشلين، كلهم ما انتصروا بمعركه واحده، واصلا ما كان اكو داعي يدخلون معارك، لكن هذا حصل اللي حصل. فهؤلاء كلهم اثبتوا فشلهم، خاف احد يقول الخميني وايران دوله نموذج ناجح، لا ناجح ولا بطيخ. دولة فاشلة ومرفوضة من المجتمع أو المحيط ماله، تمنى علاقة شنو الأسباب. بالنتيجة فشلت في التأقلم مع العالم. هذا فشل. مهما فعلت ما ينفع. وكما قلت أن الخميني وداعش والإخوان ولوا وجوههم شطر الماضي واستعادوا كل عطنا وعفنا وخرافاتنا. وهو ما موجود بين هذا يعني، شنو يجيبون من عندك؟ يعني يجيبون مخططات أو نظرية نسبية أو نظرية دوركايم أو نظريات علماء الاجتماع او فلاسفه التنوير، شو يجيبون لنا؟ لو افكار ستيوارت ميل والليبراليه والحريه والقيم التسامح هاي شو يجيبون لنا؟ ما عندهم غيره، يجيبون لنا هاي العفن والخرافات والتفاهم. اما صدام واتاتورك وعبد الناصر فاستوردوا النماذج القوميه والاشتراكيه وفرضوها على الناس بطريقه ساذجه وغبيه جدا، حتى يعني حتى ما اعرف شلون تقول، بس كان همهم السيطره والسلطه. هؤلاء جميعا والموجودين حاليا ايضا هم كلهم اكبر نماذج للفشل. هذا الموضوع اعتقد انا اترك لكم احصاء وتعداد كوارث، كلهم فشل فاشل، واحنا وياهم طبعا، احنا كشعوب وافراد ومؤسسات كلنا فشل في فشل. ثانيا في باب تاسيس معرفه جديده، علينا تغيير مناهج النظر داخل الوعي اولا وخارج العالم ثانيا. علينا ادراك مساله عميقه جدا وهي ما زالت الاغلبيه لا تدرك اهميتها، اعني ان مفهوم النصر لم يعد هو المعيار الذي تمارس به الحياة البشرية، أي أن رؤية العالم بصفته منقسم إلى أخيار وأشرار، مؤمنين وكفار، طيبين وهكذا، هذه الثنائية دار الحرب دار يعني هاي الأسماء هذه، فهذا ما نحتاجه بعد، أو هي العالم اختلف. علينا أن نستمد معرفة العالم، معرفة أنفسنا ومعرفة كل شيء من العقل والعلم والتجربة، مو من الغيب والوحي والدين والمقدسات. وقبل هذا طبعا علينا معرفة وإدراك أننا لم نعد بحاجة إلى عدو حتى ندرك ونميز أنفسنا أو حتى لكي ننتصر لأنفسنا، بل على العكس أن ندرك أننا بحاجة لأن نثبت أو نحقق قصة نجاحنا أمام الآخر، ليس يعني لا عن الآخر القومي أو الديني أو حتى الوطني،
إنما الآخر الإنسان الآخر وين ما كان وين ما. يعني سواء يقيم في اليابان أو في الصين أو في أمريكا أو في كندا أو يقيم وياي بالبيت، يعني سواء امرأة أو رجل، يعني ابني، أختي، زوجتي، حبيبتي، صديقتي، جيراني، هذا الأمر واحد. القضية الأساسية لازم احنا كلنا نثبت كل واحد عنده قصة نجاح، مو قصة خلافه وحروبه مع الآخر ومحاولة السيطرة على، لا، انشغل بنفسك، اثبت، سوي شيء خاص بك، طلع قصة، اصنع قصة نجاحك واخترعها وابتكرها. الحدود بين الأنا والآخر رفعت كما قال وجفت الصحف، والآخر ما عاد كافر إنما منافس. الفرق الآخر مو كافر علينا أن نخشى من شره وأن أبادر أقفز عليه وأسطو عليه وأقتله وأعتبره شر بأكمله ولكي يطبق تعاليم الله، لا، الآخر ما عاد كافر، عاد أصبح الآن منافس، معنى آخر شريك إلي بتحقيق الحلم الإنساني الخاص بنا جميعا. فأنا أتنافس معك حتى كل واحد ما عندنا يبتكر طريقة أفضل لعلاج مثلا مرض ما، أدخل في صراع معك وصراع مع نمول، يعني منافسة شريفة كما يقال، لأنه نجد ما هو أفضل للناس. مرض مثلا معين أنا أدخل معك في هذا أو مع مجموعة من الأفراد، كل واحد يخترع شيء أو يجد طريقة لعلاج قضية ما، اللي فتح نهر أو لمعالجة مشكلة معمارية، مشكلة سكانية، مشكلة نفسية، كل واحد من عندنا يحاول يقدم أفضل ما لديه. هذا التنافس هو اللي راح يخلينا اولا يمتص شحنه الغضب داخلنا، يمتص شحنه رغبه بالعدوانيه، قلل عدوانيتنا، وهذه الشحنه العدوانيه وكل طاقاتنا تتوظف باتجاه اخر، مو ان تتوظف بان ادخل معك في نزاع حتى افوز عليك لانك من الطائفه كذا والدين كذا وانت كافر، وهذا قصص بعد ما نحتاج بعد الان من يوقف على المنبر ويدعونا للتصدي للكفار والاعداء، سواء جماعة الضباط الذين احتلوا بلداننا وقادونا الطغاة أو من رجال الدين الذين خرجوا علينا من كوف الماضي، إنما احنا نحتاج اللي يوقف يدعونا نتعاون مع الناس جميعا، يدعونا لأن نثبت حضورنا الخلاق بين الجميع. هذا التحول هو اللي راح يساعدنا على إعادة تعريف أنفسنا وذواتنا، أين داخل إطار اجتماعي عام أو يعني داخل بلد معين أو مؤسسة مدنية ما، أو حتى داخل عائلة ما، أو أي شيء. فمهم نعيد تعريف أنه ذوات. ثالث الخطوات لتأسيس معرفة جديدة، أولا علينا أن نعرف بأن الله هو اختراع سياسي، وأن ثوابت الدين والحياة عموما الثوابت مزيف. ما أقصد بهذا الكلام، لا أقصد إساءة لفكرة الله ولا أي شيء آخر، إنما إشارة إلى قضية لها علاقة بالحقائق، فكرة الحقائق، أي أن الحقيقة فكرة أسطورية، يعني كلنا نؤمن بحقيقة كذا وكو إله وكو دين وكو مطلقات وكو، يعني هذه كلها أفكار أسطورية لا أصل لها، ولم يستطع أحد يوما أن يثبت أي حقيقة يدعيها، سواء حقيقة فلسفية أو حقيقة دينية أو حقيقة اعتقادية، أي حقيقة بجميع أنواع الحقائق كلها أفكار أسطورية، ماكو أي دليل على وجودها يوم في ولا لحظة من لحظات الزمن. من ضمن هذه الأكاذيب السخيفة والتافة طبعا تقول وجود أكو نصوص مطلقة ومقدسة نزلها إله من السماء قاعد السماء نزلها علينا ولازم نتبعها، هاي النصوص مزيفة، وفوق هذا لا تنطوي على أي قيمة معرفية حقيقية، تنطوي صحيح على قيمة طقسية تعبدية لكن راقة، وهي كانت مجرد لعبة سياسية. يعني الله نفسه الله اختراع سياسي، اخترعوه الامويين، اخترعوه حتى يفرضوا سلطتهم على الناس، واجوا العباسيين وطوروا الموضوع واصبح الله اختراع مفيد واداه للسيطره على الناس والتحجج باسمه. خلقوا قصه طويله عريضه انتجت ما نحن عليه الان، انه الدين شاء الان حاليا بالحقيقه هو هذا الدين كله اختراع سياسي، كانت الغايه منه فرض السلطه على الناس والتحكم بهم، حتى ما كان هناك شيء اسمه الله. يعني قبل الإسلام في أي مكان بالعالم هذا إله جديد ما موجود، الله ما موجود، ما عنده تاريخ، هم اخترعوه اجوا قالوا أكو الله، يعني أكو إيل قبل أكو وآله كثيرين، ما التاريخ ما ذكر أن اسم الله هذا إله جديد، وحتى بين العرب ما كان أكو الله،
وحتى لو افترضنا انه موجود فهذا احتمال ضئيل طبعا. هذا الله اسم قريب من عنده موجود بالشام ممكن، مو بمكه ولا بالمدينه. فالمهم مو هاي الفكره، الفكره انه احنا هذا الاساس الذي ننطلق من انه نتحجج به اساس هش لا يمكن التعويل عليه. من يدافع عن هذه المخترعات هو اما متملق او شخص صاد بحكم العاده ومستعبد ويخاف من خياله. واجبنا الان انقاذ هؤلاء وكشف الحقائق لهم. قصة اختراع هذا الإله كما قلت كانت لعبة سلطانية سياسية مارسها الخلفاء والسلاطين للخداع العامة، والهدف تدجينهم كما قلت لصالح هذا الإله بدلا من السماح لآلهة أخرى باصطياد المؤمنين لصالح. طبعا أنا يعني كلمة اصطياد المؤمنين مو مقصودة، ما جبتها من عندي، هاي كلمة قالها القديس بولس مرة قال لهم راح خلينا نطلع نصطاد مؤمنين، ما أعرف مدينة طرقوس معروفين يعني كانوا موجودين، قال يا بنروح نصطاد مؤمنين. فهو فكرة اصطياد المؤمنين فعلا احنا اصطادوا شعوب، سلام رجال الدين وقادة سياسيين متحالفين معهم اصطادوا شعوب كاملة واستعبدوها على مدى آلاف السنين. أقول يجب أن نحقق هذا الأمر وأن نأسس المعرفة الدينية اللازمة بما جرى، المعرفة مو الدينية، المعرفة بما جرى قديما وكيف تأسست المعرفة الدينية القديمة اللي سمحت بظهور فقهاء ومفكرين في ذلك الزمن هم اللي وضعوا هذا الدين اللي وصلنا واللي ما زال جالس على فاسنا وكاتب الفاسنا بالكامل، ولا نستطيع أن نحرش شعره من عنده. تخيلوا هذا العار اللي لا يوصف بالتاريخ كله، أنه تراث عمره ألف سنة لحد الآن ما نقدر نشيل من عنده صفحة، شيء مو عجيب، ما أعرف شو نوصف. المهم أقول الإيمان بوجود ما يسمى ثوابت الدين، يعني هاي مو ظاهرة إسلامية فقط، لا موجودة قد كل البشر، بل إنه الإيمان بالثوابت هو حتى ظاهرة فيزيولوجية. لا يمكن لأي إنسان أن ينطلق من مكان غير ثابت، سواء المكان يوقف عليه أو بالفكرة يفكر بها وينطلق منه. التأسيس هنا ضروري، التأسيس لأي شيء هو ضروري، لكن حتى نحقق إنسانية لازم ننطلق من أسس مرنة قابل للتغيير. عندما حين الوقت المناسب نغير هذا الاساس، ما يضل كابس على انفاسنا ونخليه نحوله الى حقائق مطلقه ومقدسه. هي هاي العلمانيه، هي شنو العلمانيه؟ انه احنا ننطلق من اساس ثابت هو موجود هنا في هذه اللحظه من هذه الارض من المكان الذي نحن فيه، وليس من مكان غيبي لا نراه ولا يرانا ولا ياتي معنا ولا يعرف مشاكلنا، انما يريد هو احنا نطبق ما يشاء. هو في الغيب، احنا موجودين هنا، انت شايلك بينا، احنا نحل مشاكلنا يا اخي، انت ليش جاي فارض نفسك علينا؟ هنا الفكره. فكره انه ننطلق من اساس مرن، اساس قوي وراسخ لكن قابل للتغيير وقابل للمعالجه، مو انه واحد بس واحد يطلع على هذا الاساس راسا نحكم عليه بالرده والقتل. رابعا، العالم ما عاد مسعود. يعني انتهت فكرة انه الانسان اصبح مسحور، او انه هاي فقرة لاحقة. المهم الفقرة الرابعة لتأسيس المعرفة الرابع الاساس الذي يجب ان نؤسس عليه هو اصلاح الانسان وليس اصلاح الاديان. اشاعة ثقافة النقد والنقاش وتقبل الاراء المختلفة ايا كان، وهذا ما يحصل الا ضمن اطار احترام الاخر وحرياته بالاعتقاد بما يشاء. يعني مو لان احنا نحترم حقوقه في القول والتعبير، بل لأننا بحاجة لرأيه المختلف، بحاجة لإيقاظنا من غفوتنا وجعلنا ننهض من واقعنا الإنسان الراكد والمتعب. بمعنى أننا بحاجة لإحياء علوم الوعي وليس لإحياء علوم الدين كما فعل الغزالي قبل ألف سنة. إحنا بحاجة لإحياء علوم الإنسان وليس علوم الأديان ولا إحياء علوم الدين وإصلاح الدين وما إلى ذلك. بعبارة أخرى، نحن بحاجة لأعمار، إعادة أعمار الإنسان الذي دفع يعني الأمرين والذي دائما انتهكت كرامته ونعم حقوقه، حنور حقوقه واكتشاف ذاته وابتكار ذاته صناعة ذاته. يعني احنا كل اللي في داخل أنا مجرد تابع دليل أما رجل دين وأما تابع دليل لرب سماوي أو أرضي وكذا، يعني تابع يسوقونه كنعاج خلف القطعان. هذا الشيء بعد ما عاد ممكن، عيب على الإنسان أن يكون بهذه الطريقة. ختاما أقول إن ما نحتاجه بغض النظر عن أي تسمية ومصطلحات مفاهيم هو بسيط وواضح، وعلينا أن نفهمه ونطالب به جميعا. المسألة ما راح تجي من فوق، لا راح تجي من الناس، من مسؤولية كل إنسان كل فرد، أنه إحنا نقبل فكرة أنه السلطة
تجري عملية تبادل السلطة بالأغلبية، فصل السلطات، استقلال القضاء، واحترام القانون والحريات الفردية. هذه هي فقط، هي هاي مبادئ الديمقراطية والحياة التعددية، هي هاي ما فيها. أما شنو هي العلمانية، شنو تعريفها؟ يعني أنا شرحت إنه فكرة سريعة على تاريخها وتعريفاتها وقدم التعريف الخاص، لكن هي عموما مو أمر جامد أما هذه أو تلك، لا هي علمانية موجودة، يعني هي حياة الآن هي حياة علمانية، يعني هو توصيف ووجهة نظر في الحياة أو التوجه في الحياة أو نظر، مو وجهة نظر، نظر في الحياة. فأكو نظر يأتي من الأعلى من السماء إلى الحاضر، وأكو نظر ينطلق من الحاضر يعني ويرفض القوانين الغيبية التي تطبق على الحاضر، هو هاي العلمانية. المهم لا وجود للتدخل في حياة الناس، ولا إمكانية لفرض أي نمط معين على حياتهم، ولا إمكانية للتدخل بحياة بالحريات الفردية وبحياة المواطن الفرد. تصير الحرية مو كمفهوم وحق، إنما لفرض صورة معينة موضوعة مسبقا على الجميع، يعني مو مسألة إنه نشر الحرية لا، ولا كمفهوم الحرية لا، إنه أنت تفرض صورة معينة على الجميع وترغمهم على أن يكونوا بهذه الصورة، ووفق هذا الحق تفرض هذا الحق، تمنح نفسك هذا الحق اللي يمنحك فرصة التدخل بشؤون الناس الخاصة. هاي ليش ما لابسه حجاب وذاك لابسه، وهذا ليش يسوي هيك وذاك ليش، هذا ما له حق يغني، وهذا ما له حق يعمل كذا، ما له حق يسافر، ما له حق يتدخل بكل التفاصيل. التحكم بالضمير ووجدان الناس ما عاد مسألة ممكنة. بعد ذلك هاي الحالة اللي قلت عليها، هاي المبادئ الأساسية، تبادل السلطة بالأغلبية، فصل السلطات، استقلال القضاء، احترام الحريات الفردية والأفراد، شو سميها سميها، سميها ديمقراطية، سميها علمانية، سميها كيف. المهم هذه الأساسيات التي واحدة من الأسس، أسس تأسيس معرفة جديدة. يعني ممكن هاي تصير نضح عظم الدستور، قوانين ديمقراطية، ليبرالية، وحتى ما نجي الطارئ العلماني، مو فد مشكلة. شكرا جزيلا وإلى لقاء قريب، مع السلامة.